البعض يريد أن يكون التغيير في لحظة في طرفة عين. ينقهم تخر يا خجنوش زناب تزيغوجه زو. أنت عليك البلاغ، عليك أن تبين توضح للناس، تدعو إلى الله. سخر أخو تبصنجب كخجنوه، أوه ويبش مثل سخم تجري أنا بغسنه، حقر أنا بغسنه، يا قرب هون راش ويبش مثل. من شروط الدعوة الصبر. دعوة شبشة سخر دينم خش خيب جج أبي شرطهم أبي بقوهم يشش. أما صبر زغب غسنه، شأن غزغب غسنه. أما أن تستعجل الثمرة، هذا ليست بالطريقة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. أو جزافة جنر ويبشة جنر أو خوامي ديج عربي غمبار محمد صلى الله عليه وسلم سنة مششقم. فيقول عليه الصلاة والسلام اعلم أن النصر مع الصبر، يعني إذا صبرت بإذن الله يأتي النصر، لكن بعد أن تذوق مرارة الصبر، بعد أن يعني يأتي عليك زمن. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم جاء وشتاش تيك ونغر صبر مش أنغم قبشلش تيك ونغر ونسنش حاجة خير ونسنش حاجة شأنغز قبشلش كوغ قري ويحن ويه